زنجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يرفع الميت هكذا بإيش؟ برفق قليلا ثم على بطنه هكذا يفعل. غالبا إذا كان يوجد شيء في أمعائه سأنه ماذا؟ سيخرج بإذن الله. ثم يضعه مرة ثانية برفق ثم يأخذ قطعة قماش هو سيدخل يده يفتح يحاول فتح اليدين قليلا ثم الماء سيكون من هنا. الماء سيكون من هنا ينزل على قبوله. هو يستعمل بقطعة القماش القبل والدبر. طبعا إذا خرج شيء طبعا يحاول يبعدونه عن الميت إن كانت هناك نجاسة. ثم يبدأ بعد ذلك إذا كان نجاسة من غسل يبدأ بغسل ايش؟ توضيئه. فيبدأ بهذا باليد الأولى اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى ثم بعد ذلك هنا. واضح؟ نعم تمام. ثم بعدما ينتهي يغسل رأسه ثم يبدأ به بأطراف أصابعه، يعني بدايته بأطراف الأصابع ثم يذهب حتى يصل إلى المرفقين ويدير الماء على المرفقين. ثم بعد ذلك الطريق الثاني نفس الشيء إلى أن يصل الماء إلى المرفقين ثم يمسح الرأس. ثم الرجل الأولى يبدأ من أطراف الأصابع حتى يدير الماء على الكعبين. هذا انتهينا من الوضوء. الآن غسل الرأس ثلاث مرات. طبعاً بما يصب يضع يده على أنفه وعلى فمه ثم يحاول أن يغسل الرأس كله. هذه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. ثم بعد ذلك يبدأ بغسل شقه الأيمن. يدخل الماء ثم بعد ذلك يكمل ثم الفخذ لا يذل يأخذه الفخذ وهذه هذا بيصب الماء عليها. إذا كانت زوجة تفعل تمر يدها ثم بعد ذلك يبدأ الغسل على الشق الأيمن هكذا ثم يدخل الماء ثم بعد ذلك يدخل الماء هكذا ثم يكمل. يكون هذا انتهى الشق الايمن. ثم يبدا بعد ذلك الشق الايسر بنفس الطريقه يغسل. يتابع من البدايه من المنكب الى ثم يغسل كذا ثم يوضع الماء ثم نفس الطريقه يوضع الماء ثم يغسل ماذا؟ رجله اليسرى ثم يقلبه برد ثم يقلب برد طبعا. هذه أسفل طريقة، مسك اليمنى كذا. ويحاول قدر الاستطاعة. ثم نفس الشيء. ممكن يستعمل. ثم وهذه تكون الغسلة الأولى بهذه الطريقة انتهت. ثم يعيد الثانية. ثم الثالثة بالماء والكافور. فإن خرج منه شيء مثل ما ذكرنا يعيد الرابعة والخامسة. فإن خرج منه شيء يعيد السادسة والسابعة والأخيرة تقوم دائما بالكافور.